مشاهدينا الكرام، أهلا بكم إلى هذه المقابلة الخاصة مع سعادة سفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات السيد توغاي تونشير. نرحب به باسمي وباسم. أهلا بك سيد توغاي تونشير معنا في قناة أبو ظبي. في البداية، العلاقات الإماراتية التركية هي علاقات تاريخية أرسى قواعدها المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه، وواصل المسيرة أيضا صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. حدثنا عن هذه العلاقة التاريخية. Thank you very much. First of all, I would like to thank you for giving me this opportunity. شكرا جزيلا. أود أولا أن أشكركم على إتاحة هذه الفرصة لي للمشاركة في هذه المقابلة ولأقدم بعض المعلومات عن تركيا والعلاقات الثنائية بين تركيا ودولة الإمارات العربية المتحدة. فالعلاقات الثنائية متينة ومتجذرة في التاريخ، فنحن من بين الدول الأولى بدولة الإمارات العربية المتحدة، كما كنا من بين الدول الأولى التي افتتحت بعد ذلك سفارة لها في أبوظبي. فافتتحنا سفارتنا في العام 1979، وسرعان ما طورنا علاقات ثنائية قوية وتبادلنا الزيارات. وبالفعل زار المغفور له الشيخ زايد تركيا في العام 1984، وخلال تلك الزيارة وقعنا مجموعة من الاتفاقيات الثنائية وأطلقنا مجالات عديدة للتعاون بين تركيا ودولة الإمارات. شكرا لك. زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى تركيا تأتي لتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين وتطويرها بما يخدم أيضا المصالح المشتركة لشعبيهما الشقيقين. كيف ينظر الشعب التركي لهذه الزيارة؟ زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد بالغة الأهمية، وستمنحنا الفرصة لتمتين هذه العلاقات الأخوية بين بلدينا وتعزيزها. فالعلاقة متينة جدا ولا شك لها، فقد وصلت إلى دولة الإمارات قبل 7 أشهر، ومنذ وصولي لم أرى سوى الأمور الإيجابية. فالشعب مضياف جدا، وشعب دولة الإمارات العربية المتحدة رحب بي وبعائلتي، ولقيت ترحيبا حارا. والأمر ينطبق أيضا على الشعب التركي، إذ نحن شعب مضياف جدا ونستقبل أعدادا كبيرة من الزوار الذين يقصدون تركيا كل عام لأسباب عديدة، ويأتون أيضا من دولة الإمارات العربية المتحدة. صاحب السمو مهمة جدا، إذ ستعيد إطلاق مرحلة جديدة من التعاون بين بلدينا، وسنوقع أيضا مجموعة من الاتفاقيات التي ستشكل الإطار للتعاون الجديد بين بلدينا. فلدينا اهتمامات مشتركة في المنطقة، ونتشارك هذه المنطقة نفسها، أي منطقة الشرق الأوسط، ونحن دولتان مهمتان جدا في منطقة الشرق الأوسط، ونتشارك الاهتمامات والمصالح المشتركة في هذه المنطقة، وأيضا علينا العمل مع بعضنا البعض. فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، دولة الإمارات لها مكانة متميزة بين دول المنطقة والعالم، وذلك قيادتها الحكيمة، ومشيرا أيضا إلى أن تركيا والإمارات تمتلكان قناعة مشتركة بأهمية تطوير علاقات التعاون ودفعها إلى الأمام. كيف ترى هذه العلاقة في المرحلة المقبلة في ظل هذا التقارب الكبير؟ إن هذه النظرة أو هذه النية للتعاون وتعزيز العلاقات بين بلدينا نتشاركها على أرفع ونتشاركها أيضا مع الرئيس فخامة رجب طيب أردوغان،
وخلال هذه الزيارة التي ستجمع رئيسنا وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد، ستجرى محادثات تتطرق إلى المسائل الهامة على مستوى المنطقة والعالم وسبل التعاون والتنسيق والتضافر. And both countries, Turkey and the United Arab Emirates, want stability in this region. وأنا متأكد من أنه بوسعنا العمل معاً، وأنا على ثقة بذلك. I'm confident. كما أن القيادتين ستحرصان على ذلك. فرئيس رجب طيب أردوغان رئيسي دائما ما كانت لديه نظرة راسخة اتجاه دولة الإمارات العربية المتحدة. دائما ما شاركنا معا في العديد من الإجراءات والمبادرات في المنطقة، فلنعزز هذه العلاقات ولنمضي بها خطوات للأمام، وهذه الزيارة له أهمية بالغة في هذا السياق. سعادة سفير توغاي تونشير، إذا ما تحدثنا عن زيارة ولي العهد صاحب السمو شيخ محمد بن زايد إلى تركيا، هي تأتي لتقوية وتعزيز العلاقات الثنائية ما بين البلدين أيضا، وتعزز أيضا من الروابط المتينة ما بين تركيا والعالم العربي بشكل عام والعالم أيضا الخليجي بشكل خاص. حدثنا عن هذه النقطة. ولا ريب أن هذه الزيارة ستعزز العلاقات التي تجمع تركيا بدولة الإمارات، دولة رائدة في العالم العربي، وتعزيز علاقاتنا وتقويتها في مجال التعاون مع دولة الإمارات سيؤثران إيجابا بعلاقات تركيا مع العالم العربي. وفي هذا الإطار ننظر أيضا إلى مدى أهمية زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد إلى تركيا. هل لك أن تطلعنا على حجم التبادل التجاري ما بين تركيا والإمارات في ظل نمو حركة تجارية كبيرة ما بين البلدين مؤخرا؟ وقد تحدث سابقا أيضا حجم هذه التجارة إلى 8 مليار ونصف المليار دولار في النصف الأول من هذا العام. We have strong economic and trade relationship between the two countries. العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين قوية جدا، والإمكانيات الإضافية عديدة، فاقتصادا تركيا والإمارات لا ينافسان بعضهما البعض، بل يكملان بعضهما البعض. وبوسعك أن ترى في مختلف أنحاء دولة الإمارات حضورا لاستثمارات رجال الأعمال الأتراك الناشطين في مجالات الأعمال المختلفة في دبي وأبو ظبي، كما ثمة العديد من الفنادق التركية. فقبل في الشهر افتتح فندق تركي جديد وضخم للغاية في دبي. وأيضا في مختلف الإمارات لدينا الكثير من الفنادق التركية والتي نفخر بها، إضافة إلى العديد من المطاعم التركية المنتشرة والمصانع التركية. فالعام الماضي على سبيل المثال افتتحت شركة تركية مصنعا لإنتاج الأجبان في أبو ظبي، وتصدر منتجاتها إلى دول المنطقة. لذا العلاقات لا تقتصر فقط على التبادل التجاري، بل تشمل أيضا المساهمة في الاقتصاد الإماراتي وفي صادرات والتجارة البينية بلغت 8 مليارات و500 مليون، وهو رقم ضخم، إلا أنه ثمة إمكانية لرفعه. وهذا الأسبوع في 23 من الشهر سيحضر وزير التجارة التركي ويشارك مع نظيره الإماراتي في اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، حيث سنبحث سبل تحسين العلاقات التجارية والاقتصادية وتعزيزها وتمتينها، كما نعمل أيضا على إعداد وثائق عديدة بما يدعم مجتمع الأعمال.
خلال هذا الاجتماع. لذا هذا الأسبوع بالغ الأهمية بالنسبة إلينا، لأنه ستتم خلاله زيارة لسموه إلى تركيا، فضلا عن اجتماع لجنة الاقتصادية المشتركة، حيث سيأتي وزير التجارة ويشارك في الاجتماع. وكلنا تقوم به وما تقوم به دولة الإمارات العربية المتحدة يرتكز إلى قناعة راسخة بأنه ثمة إمكانيات عديدة لما يمكننا القيام به على المستوى الثنائي وأيضا على المستوى الإقليمي. سعادة السفير توغاي تونشير، هل لك من كلمة أخيرة في نهاية هذا اللقاء؟ No, I would like to thank you. أود أن أشكركم على إتاحة الفرصة لي لأوجه رسالة دولة الإمارات العربية المتحدة. كما قلت، قدمت إلى دولة الإمارات قبل 7 أشهر ولم أرى سوى كل خير، وشهدت على ضيافة شعب دولة الإمارات. فعلى سبيل المثال، بالأمس زارنا مواطن إماراتي وأراد أن يتشارك معنا التمر الذي ينتجه في مزرعته، فأتى وجلسنا سويا وشربنا القهوة وتذوقنا التمر. سابقا في تركيا وتعرف على جوانب الضيافة التركية، فالقواسم المشتركة كثيرة، من الثقافة إلى احتساء القهوة معا، فهذا جزء من ثقافتنا ومن ثقافتكم، وهذه طريقة لتعزيز أواصر الصداقة بين الثقافتين. فلنشرب القهوة معا ولنعزز أواصر الصداقة هذه. هذا هو هدفي وهذه هي مهمتي في دولة الإمارات، وأمل أن نتمكن وبدعمكم من تحقيق ذلك. Thank you very very much. إذن إلى هنا مشاهدي هذه المقابلة الخاصة، الشكر الجزيل لسعادة السفير الجمهورية التركية لدى دولة الإمارات السيد توغاي تونشير، ولكم أيضا جزيل الشكر. شكرا لكم وفي أمان الله.